السلام عليكم. طبعا كتير مننا شاف مباراة حبيب مع داستن وحبيب فاز. عاوزين يا شباب نشرح حركة رير نيكد تشوك دي من ضمن حركات الجوجيتسو. الحركة دي قوية جدا جدا وهتفيدك حتى كمان في قتال الشارع. هدف الحركة دي حاجتين، لاما تعمل كنترول تتحكم في خصمك، لاما هتخليه يخضع ويستسلم ليك. مجرد ما هتحس بألم هتعمل كده. هنشرح دلوقتي شباب الحركة من فوق ازاي بعملها. هتلفلي سيادتك دلوقتي كده بالشكل ده، تمام؟ الايد الاولى يا شباب بتيجي بشكل افقي اهوت، هاجي عليه كده، ادي واحد. الايد التانية هتقفل عليه بالشكل ده، وانا واقف بس كده. لو بص، لو خرقت بص هيحس بايه؟ خلاص حسيت طبعا، حاسس ان بكسر وكان الم شديد. هنا الاكسجين اصلا بيتمنع، تمام؟ الحركه دي انت ممكن تجيبها بقى بكذا طريقه. نفهم تاني، تعالى على حد في طولي كده. الايد الاولى يا شباب بتيجي ازاي؟ الايد الاولى بتيجي بشكل افق كده، ادي واحد اهو، تمام؟ لف لي تاني نوري للناس. الايد الاولى بتيجي كده، ها الثانيه بصوا هاجي ازاي. هعمل تشابك في ايدي دي، يعني هعمل مثلثات اهو، وهنا بقى بقرص جامد، وبعدين بدخل راسي عليه كده بشكل قوي جدا اهو. حاسس بألم شديد. ايميجينيشن، واحد ها اثنين، واضغط بقوه وبحتك بجسم القوه. طيب لو احنا هنشوف في الفايت طبعا بيحصل ايه، مثلا هتقف قصادي كده اكنك مثلا بتضرب معاه، او بيضرب بينزل احتراس داخل شايل امه او، ويفضل يكمل معاه، حاول تقوم اهو بص ويقوم معاه، والتاني يروح داخل معاه ويروح بقى جايبه كده اهو، ويفضل يقف بعض لحد ايه اهو ما يحصل مثلا حاجه زي كده. مثلا ممكن انا معاه بالشكل ده اهو، ومثلا اقفل رجلي وهنا اهو اضغط جامد اهو سلم خلاص. ممكن برضه يحاول مثلا ايه يشيل ايدي، امسك مثلا ايدي كده يشيلها وبيقوم اهو، يحاول يقوم معايا تاني، روح مثلا ايه جايبه برضه بشكل تاني زي كده، شايفين؟ روح مثلا داخل جوه كده اهو، جوه كده اهو، لف معايا حريم، شايفين؟ مثلا اهو هنا واضغط كده اهو سلم مثلا. ممكن تجيبها باكتر من شكل واكتر من طريقه، المهم ان انت تكون عارف الحركه تكون جايه ازاي. نفس النظام بيلعب معايا، فتح دخلت اهو جواه وقعته كده. هو انت، هو الجوجيتسو كله اغلبه كده، وبيكون على فكره صعب جدا فن احتكاك، عشان كده ممكن تلاقي الاثنين وهم مع بعض ها يضرب كده، يضرب بقوه لحظه، يضرب بقوه كده، والتاني يصد وبينهجوا ومش قادرين. انت بتحسش ببطء وانت بتتفرج، لان هو قتال اصلا بيكون هو القتال الحقيقي كده، لكن اللي متابع قوي الام ام اي بيعرف يعمل ايه. طبعا وانا نازل تحت ممكن اعمل اكتر من حركه، ممكن برضه هو يروح مثلا ايه لافي في رجله كده مثلا اهو وداخل كده، تمام؟ ممكن يفلت منك، يفلت مني اهو، بيحاول يقوم اروح جاي معاه لافي في الحركه بتاعتي اهو من فوق نازل معاه تحت اهو دخلت، شايفين هنا الحركه اهو، بضغط بقوه خلاص بالسلامه. بس هي الفكره كلها انت لو فاهم تكنيك الحركه هيجي معاك، لكن انا لو في قتال الشارع الحركه دي هتفيدك في ايه؟ هتفيدك مثلا لو في خناقه ولا حاجه، واحد عماله يضرب بقى ومكسر الدنيا، فانت مجرد ما لفيت وداس كده عليه وكده ثبته، اتعفت بقى اتعفت معايا مش جامد، قلت له ايه ده؟ حسيت انك هموت سيب. ها اتعفت التاني داخل كده جامد، انت بتعفت الدنيا تنزل معايا اهو، انت اللي بدك تموته لكن مش عاوز اموته. كل ما اتعفت معايا بدوس جامد اهو جامد اهو عشان يسكت خالص اهو، شايفين قافل ايدي عامله ازاي؟ فالحركه دي هو بيحس خلاص. اللي بيحصل بصوا، هنا عندنا اوتار وشرايين واوعيه دمويه، فانا لما بدخل اضغط جامد بتوقف الدوره الدمويه. احنا عندنا البلات يا ربي سيركليشن، البلات سيركليشن الدوره الدمويه عندك شغاله دايما، فانت هنا بتمنع الدم يخش فين؟ بتمنع الدم يخش الدماغ، فده اللي بيحصل. بجانب كمان الحركه دي بتعمل تمزق للاورده والمياه الدمويه والاعصاب وكل حاجه، فخلاص فبيحصل تشوك، خنق، الاكسجين مش بيوصل، الدم مش بيوصل، بعدين هيخش مرحله ايه؟ فقدان الوعي. طب لو حد فقد الوعي معاك، مثلا هندي مثال، مثلا هو بيضرب، رحت مثلا ايه وقعته ونزلت مثلا معايا ها، قوم مثلا معايا هافر، رحت عملت كده مثلا اهو ها، اكنك مثلا اغمى عليك اهو، بص مثلا سيب خلاص نفسك مثلا اغمى عليه في الحاله دي، مثلا اغمى عليه اهو، تتصرف ازاي؟ كده هو عنده الاكسجين وصل قليل اهو، انت مثلا بتحاول تكلمه، انت بخير يا محمد ما ردش عليك، حاول تفتح ايه؟ ارفع رجله لفوق كده اهو عشان الدم يرجع، برفع. لكن هو بيتنفس، وانت ممكن تلاقي حركه صدره تنفس كده كويس، هتبص حركه صدره هتبتدي تتنفس، بس ارفع رجله عشان الدم ينزل ايه؟ الدم ينزل اه يرجع لدماغه تاني، لان وارد ممكن يحصل خطا زي ده، فلازم اكون عارف ازاي هسعفه، تمام؟
حبيبي. بس يا شباب دي شرح الحركه اسمها رير نيكد تشوك، حركه طبعا قويه جدا من ضمن حركات الجيتسو، الجيتسو الفعاله دي من ضمن القتال بقى الارضي، لكن احنا طبعا ممكن ناخدها من كذا شكل، من فوق من تحت زي ما انت عايز، المهم اكون عارف التقنيه تتعمل ازاي. استفدنا؟ ماشي، شكرا ليكم جدا، السلام عليكم.